السلام عليكم، معكم محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بإذن الله. ثم أما بعد، بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نبدأ حلقتنا على بركة الله. كتير من التجار العرب أما بيشتغلوا في دول أجنبية أو يبتدي بيزنس مع ناس أجانب في دولة أجنبية بيبقى دايما جبان شوية، الريسك عنده بيبقى مينيمال، يعني ما بيحاولش ان هو يغامر بأي إجراءات أو خطوات أو بمال كبير. أنا بتفق معاهم في جزئيتين فقط في هذه البروسيس أو في التجارة عموما، ان في حتة ان المال يكون جبان، خليك جبان في حاجتين بتفق معاك فيهم، في القروض، يعني مثلا يبقى مضغوط عليك لازم تدفع مبلغ ومفيش قدامك غير القروض، حاول ما تاخدش قرض، يعني غالبا الديل ده مش هيبقى فيه خير لو مشيته بقرض، فابعد عن القروض والمديونية بالذات للبنوك. طبعا الحاجة التانية هي الشراء بالآجل، يعني الآجل ده خطير جدا، صعب جدا، بيهد مؤسسات كبيرة جدا. دول المحنتين اللي انا شخصيا عديت بيهم، موضوع القروض والآجل، ان انا سواء اكون شاري بالاجل او حد مشتري مني بالاجل، الاثنين في منتهى الخطوره. بتبقى عامل حسابك ان فلوس جايه لك ويجي الميعاد والفلوس ما جاتش، يعدي الميعاد وبرده الفلوس ما جاتش والتفاوض بابه مسدود فتضطر للتقاضي. انا يعني مش عايز اقول لكم تجربتي الشخصيه، يمكن قلتها في حلقه سابقه، ولكن الموضوع ده اتعلمته بعد مرتين ثلاثه مش من مره واحده، سواء القروض او سواء الاجل. نيجي لنقطة الريسك أو المغامرة. مفيش رجل أعمال ناجح عمل نجاحات كبيرة من غير ريسك. كل ما تزيد نسبة الريسك كل ما يزيد نسبة الربح. في فرق بين الريسك أو المغامرة والمحاولة. في ناس بتدمج الاتنين، في ناس يقولك نحاول ونروح مشوار مثلا نكلم الشركة الفلانية ونقدم لهم عرض، الموضوع كله هيكلفك كام؟ مشوار وشوية برزنتيشن وترتيبات، وهتضيع على نفسك شوية وقت وممكن نسبة النجاح 5%، ده اسمه مجهود ما اسموش ريسك. في ناس تانية بتفتكر ان ده ريسك، بنغامر بقى وبنضيع وقت ومجهود وفلوس وبتاع. فلوس قد ايه يا بابا؟ ده فلوس كلام فارغ، والمجهود انت قادر تدي قد المجهود ده 100 مرة، بدل ما انت قاعد في المكتب بتعملش حاجة عمال تتفرج على جرافس وحاجات ستاتستكس وبتاع، روح هز طولك وخد معاك اتنين من الشركة عندك، حد من المبيعات، حد من التسويق، حد من الاي تي، حد من التكنيكال، يروح يتكلم مع الناس وربنا بيكرم حضرتك. لما ما توفقتش في المره دي ولا اللي بعدها ولا اللي بعدها، الرابعه بتتوفق بقيمه الاربع مرات اللي حضرتك حاولت فيهم، فكتر المحاولات بتكرمك في المره الخامسه، المره العاشره، المره ال11.